المشاهدون الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، أحييكم هذه المرة من العاصمة الألمانية برلين. في حلقة اليوم وهي الحلقة السادسة والأخيرة حول النقاط العشرة التي تحدثنا عنها في الحلقتين الماضيتين من بيان وزارة الخارجية الإريترية، وكما أشرنا على ردود وزارة الخارجية القطرية، اليوم سنبدأ الحلقة الثالثة بتسليط الأضواء على ما تقوم به دولة قطر من تدخل في الشؤون الداخلية الإريترية وعمليات التخريب، تحدثنا عنها ما يكفي في الحلقتين الماضيتين. اليوم سنتحدث عن التعاون القطري التركي، وهذا التعاون أيضا أثمر على رأينا انعكس على ما تحدثنا عنه في الحلقتين الماضيتين في تنشيط وتجميع العناصر المتطرفة، لنقل مثلا في شرق السودان أو أيضا في العاصمة التركية اسطنبول. هنالك ما يسمى منظمة الأمة للتعاون العربي التركي، فلا أدري، نحن لسنا يعني إريتريا ليست عضوة في جامعة الدول العربية، ولا علاقة لنا بما يدور حول التعاون العربي التركي لأننا لسنا طرفا. ما يقلق وما يلفت الانتباه إقحام إريتريا وانتخاب عناصر لا علاقة لها بإريتريا مثل الدكتور أبو البراء أو الدكتور حسن سلمان، و هناك طبعا تمخدت من أنشطة هذه منظمة الأمة للتعاون العربي التركي، قاموا بتأسيس رابطة علماء إريتريا. هذا لا شك ما يلفت الانتباه، ما علاقة هذه المنظمة بإريتريا وما علاقتها بالمسلمين في إريتريا؟ كل هذا لا نريد اليوم أن نتعمق فيه، إنما في العام الجديد إن شاء الله سنحاول أن نضيف بعض الحلقات لنشبع الموضوع نقاشا، لأن ما تقوم به قطر، أي بالتأكيد قطر دورها هو دور تمويل تلك الأنشطة، ولكن انعكست الآن هذه الأنشطة ووضحت للعيان أيضا، نشاطها امتد إلى بريطانيا وإلى السويد وبعض الدول الأوروبية حتى إلى أمريكا، تأثروا بهذا الطرح طالما هنالك تمويل العناصر، طبعا أنها يتعودت على أساس أن تعمل بأشكال مختلفة وبمسميات مختلفة، مرة يسمون أنفسهم تجمع المعارضة الإريترية أو مثلا رابطة علماء المسلمين وأيضا المجلس الوطني الإريتري، كل ذلك شاهدناه، ويتنقلون من بلد إلى آخر، كانوا قبل عدة سنوات لحد قبل سقوط نظام الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، كانوا أيضا في مغلي وكانوا في أدسا وكانوا في أواسا، عقدوا عدة مؤتمرات، وبعد ذلك بعد تغيير النظام توقف نشاطهم وانتقلوا أيضا إلى أوروبا، لأن معظم هؤلاء الذين كانوا يقومون وما زالوا بتلك الأنشطة يحملون جنسيات مختلفة، سودانية، بريطانية، أمريكية، سويدية، أسترالية، لذلك يعيشون خارج إريتريا، فطالما ويغيرون الأسماء وأسماء المنظمات. لكن اليوم سنحاول أن نستعرض متابعة بعض وكالات الأنباء ومنها سكاي نيوز أيضا، وأيضا بعد الأشرطة سنحاول ترجمتها الألمانية ومعظمها أوروبية، لكن الآن سنكتفي اليوم باستعراض ما جاء في سكاي نيوز، رصد ميداني للأنشطة التقريبية التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع شركائهم في إسطنبول. وفي الحلقات القادمة إن شاء الله سنحاول أن نرصد هذه الأنشطة، وحتى نلقاكم أولا نتمنى لكم عاما سعيدا بمناسبة رأس السنة وعيد ميلاد سعيد لإخواننا المسيحيين أيضا، وكل عام وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.